ألعاب القوة من الرياضات اللي ما تزهقش منها، وكمان فيها تنافس كبير جدا عشان متنوعة. نتكلم في جري، مشي، قفز، رمي. نتكلم أكتر بس هنا بقى عن الجري تحديدا. معانا بطل حصل على العديد من البطولات والميداليات وكمان كأس الجمهورية، هو طاهر خميس، سيد لاعب ألعاب القوة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر جري. يا صباح الخير. صباح الخير. نورنا وسعداء بوجودك معانا. وتعالى نبتدي بقى معاك على الصعيد الشخصي، يعني دراستك، ادينا خلفيه كده عنك، وكمان قول لنا عن بداياتك مع العاب القوى والجري تحديدا. انا دلوقتي الحمد لله لعبت في النادي الاهلي من 2014، يعني انا كنت الاول بلعب في مركز شباب الجزيره. من 2012 ل 2014 كنت بلعب في مركز شباب الجزيره، بدات وانا تحت 20 سنه. لعبت في 2014 بطوله عربيه 20 سنه، بعد بالظبط حوالي سنتين وشهر من التدريب بيمرني كابتن محمد كمال وشهرته حماده وجن، كان لعيب العاب قوه برضه، كان بطل عرب وافريقيا ولعب بطوله عالم، فهو اللي اشرف على تمريني وجي معايا من تقريبا من تحت الصفر، لان انا كنت جاي ما اعرفش يعني ايه العاب قوه، ما اعرفش يعني ايه جري. وبادئ متاخر نسبيا. انا بادئ متاخر، انا مواليد 95، بادئ في 2012، يعني حوالي كان عندي 17 سنه. فكنت بلعب كوره، لعبت فتره في نادي الداخليه، فبعد كده ما توفقتش في الكوره. واحد زميلي عرض عليا فكره العاب القوى، فروحت للكابتن عمل لي تيست وعجبته فمرني الحمد لله. وبعد سنتين تقريبا وشهر زي ما قلت لحضرتك لعبت البطوله العربيه 20 سنه، كانت هنا في مصر في استاد القاهره. وبعد كده في 2000 واخر 2014 اول موسم 2015 رحت النادي الاهلي الحمد لله. جميل. طب عايز اسالك ازاي 17 سنه البدايه وما شاء الله بعد كده برضو بطولات؟ هل ما فيش سن في العاب القوه تحديدا ولا انت اللي يعني ما شاء الله؟ العاب القوه تحديدا يعني كل ما ابتديت بدري اكيد هيبقى في بطولات اكتر. بالظبط. بجانب بقى ان انا بدات متاخر، فكان معايا اللي ساعدني اللي هو كابتني، قدر ان هو يحطني في المكان اللي هو قعد معايا واتفقنا، وقدر يحطني في مكان هو عايزه والمكان اللي يليق بامكانياتي وخامتي كلاعب. يعني انا الاول كنت بلعب 800 و1500، ولما لعبت البطوله العربيه كنت بلعب 800، عندي دقيقه 52 في 800 متر، انا تحت 20 سنه. كنت صعدت في الترتيب النهائي، كنت صاعد تاني، ولما لعبنا النهائي حصلت اصابه اثناء الماتش، فالحمد لله ربنا ما وفقنيش ان انا اعلق ميداليه في البطوله العربيه. وبعد كده كان في، وبعد ما رحت الاهلي برضو كنت بلعب 800، وكنت مصنف تاني ورا اللاعب حماده الدشناوي، لاعب نادي الجيش، بطل اولمبي كابتن حماده الدشناوي دلوقتي، وبيستعد ان هو يعمل رقم التاهيلي لاولمبياد طوكيو ان شاء الله. بس 17 سنه ده سن يعني من اعتقد زي ما انت قلت كبير، فلو كنت بدات كمان وانت اصغر كان ممكن يبقى في فرق يعني وجهه نظر؟ كان ممكن يبقى في فرق فعلا، لان كانت هتبقى الخامه موجوده، وكان يبقى لسه يعني لسه ما طلعتش حاجه من طاقتي، لسه ما طلعتش حاجه من مجهودي اللي انا كنت فقدته في الكوره، كان يبقى في العاب الكوره كان يبقى في احسن ان شاء الله. في ناس ممكن تتخيل يا كابتن طاهر ان الجري تحديدا يعني كل مقوماته مختزله او مختصره في السرعه. لا، لكن بيتهيألي في عناصر ثانيه. الجري مش سرعه بس، هو في لعبتنا احنا عندنا الاسبرنت والمتوسط والطويل. الاسبرنت اللي هي 100 و200 و400، والسنه دي دخلت ال 800 اسبرنت عشان خاطر بطل العالم وصاحب الرقم العالمي الاولمبيك ديفيد رودي شاكيني عمل دقيقه 40 و91، وده رقم العالم باسمه، كان بيسعى ان هو يعمل دقيقه في مسافه 800 متر. فالمسافة دي بعد ما كانت تبع المتوسط بقت تبع السرعات دلوقتي، لان هو قدر يجري ال 400 او ال 400 على 49 تقريبا، والثانيه على 49 نفس النمط بس فرق الجزء، فدخلت في نمط السرعات. وفي المتوسط اللي هي ال 1500، ال 1500 متر وال 3 كيلو، وال 3 كيلو موانع، والطويل من الخمسة والعشرة، والنص ماراثون اللي هي 21 كيلو، والماراثون 42 كيلو 195 متر. لا رقم كبير. 42 كيلو 195 متر. بس انا بتهيألي كل ما المسافة بتقل كل ما القوة المطلوبة بتزيد، وكل ما المنافسة بتزيد. المية مطلوبة فيها السرعة والقوة والقوة الانفجارية في العضلة، لأن أنا ما عنديش قوة انفجارية في العضلة والعضلة مش قوية. لما أجي ألعب 100 متر اولا مش هقدر اجري بالسرعه المطلوبه، وعضلتي لازم لاعب ال100 ولاعب السبرنت بيكون ليه
شكل معين وتدريب معين غير اللاعب الطويل. كل ايفنت بيبقى ليه تمرينه واعداده الخاص والعام بيه. وتقريبا اقوى ايفنت في العاب القوى هي 400 متر، لان 400 متر كما قلت لك عليها يعني قاهره الرجال، لان اللاعب في 400 متر المفروض ان هو بيجري باقصى سرعه عنده، وكانه بيجري 100 متر في 400 متر. تحتاج السرعه والقوه والتحمل والنفس عشان خاطر اقدر اوصل بالسرعه القصوى للفينش. طب انا عايز اسالك يعني نفهم تفاصيل اكتر، الجري او السباق، يعني ممكن لاعب مثلا في بطوله يكون هو اسرع واحد وبطوله ثانيه يبقى مستواه مش كويس او مش جيد جدا، ده راجع لايه؟ ده راجع لحاجات نفسيه، عدم تدريب جيد، لان هو لو عنده القدره ان هو يفوز في بطوله ليه مثلا مستواه يبقى وحش في بطوله ثانيه؟ يعني هو انا زي ما انا ما بتمرن في غيري بيتمرن، زي ما انا ما بحسن من ادائي في غيري بيحسن من ادائه. زي مثلا ايه، انا الماتش ده مثلا عملت مثلا 48 ثانيه في ال 400 متر، ازاي الكابتن بتاعي والمدرب بتاعي بيحط لي برنامج ان انا اكسر ال 48 ثانيه زي غيري ما بيتمرن. فهنا بقى بتبقى فرق تمرين وفرق جهد اتعمل وفرق نفسيه، وممكن اكون ان انا مؤهل ان انا عملت مثلا تيست قبل الماتش، وده بيحصل، لازم نعمل تيست واثنين وثلاثه عشان اكد على الرقم. ممكن اكون في الماتش اتوترت، مش مؤهل نفسيا ان انا نفسيتي ما كانتش كويسه قبل الماتش، فده عامل برضو بيأثر على الـ على الـ على الرقم وعلى هو المجهود. انت ممكن في التدريب تجيب رقم افضل من الماتش بقى، صح؟ دي حاجه بقى تقهر جدا. ممكن في التمرين اعمل رقم واجي في الماتش ما اعملوش. ده بيرجع بقى لاسباب، ان انا يوم الماتش ما نمتش كويس، اتوترت كتير قبل الماتش، ما اكلتش كويس. عوامل يعني بتأثر. عوامل كتير بتأثر. الجري من الرياضات الممتعه جدا في المشاهده وفي المتابعه، ويمكن ياكد على الكلام ده كل الناس اللي بتتابع الدورات الاولمبيه بصفه خاصه. بنلاحظ دايما مع كل دوره اولمبيه ان في دول بعينها، دول معينه تحس ان هي متسيده العاب القوى وتحديدا الجري، زي امريكا مثلا، زي كولومبيا، في كمان دول عربيه وتحديدا شمال افريقيا طول عمرها مميزه في الحدوته دي، المغرب ويمكن المغرب اكتر. احنا فين بقى من الناس دي وايه الفرق اللي بيننا وبينهم؟ احنا فين من الناس دي؟ هو حضرتك يعني احنا كدوله مش مهتمين بالعاب القوى زي الدول الثانيه، يعني الدول الثانيه في معسكرات، في كل لاعب بيتقاسله، اللاعب ده مثلا انا عايز احسنه يطلع معسكر كذا بكام شهر، هيطلع من الدوله دي يروح الدوله دي، وازاي يلعب وازاي ان انا اكسر رقم. هو دلوقتي الدوله بتعمل معسكرات بس مش لكل اللعيبه، للعيبه الاولمبيين. يعني دلوقتي كابتن حماده وكابتن سالم بيجهزوا للرقم التاهيلي، فدلوقتي هم في كينيا عاملين معسكر، فمش كل اللعيبه هيتعمل لها معسكرات، ومش كل اللعيبه هتقدر تطلع لفوق. فهم ايه، وكمان بيساعد شمال افريقيا الارتفاع، المرتفعات هناك بتساعد كتير جدا، لان انا لما بتمرن في مرتفع يعني مفيش نفس، نسبه الاكسجين قليله، فببدا اتكيف مع الجو، ان انا بتمرن في جو صعب. لما اجي العب في جو زي مصر اكيد انا هبقى حاجه فذه يعني. طيب الحياه الشخصيه شويه يعني بما يختص الاهل هنا، مين بيشجعك اكتر حد في عيلتك؟ يعني انت قبل الهوا كنت قلت لي والدتك ليها برضو دور كبير. ماما كانت لعيبه جمباز، فماما مهتميه كتير جدا بالرياضه، ومهتميه ان انا، وكانت حابه جدا ان العب رياضه. يعني من وانا صغير كانت دايما اي نادي فيه اختبارات كوره بتاعه كانت بتاخدني وروح اختبارات الكوره، لحد ما ربنا وفقني ودخلت نادي الداخليه، لعبت فتره بعد كده اتصبت. وبابا يعني عامل معايا يعني حاجه، لو قدرت اتكلم عليهم مش طبعا مش هوفيهم، لان هم اتنين يعني في الحياه، يعني انا عايز كذا عشان اللعبه، خد في فيتامينات، في طب انا طالع عندي ماتش كذا، ما صاروش معايا في اي حاجه، دايما بيشجعوني ان انا ابقى احسن. وطبعا قبل الماتش ده دورهم يعني الحمد لله. محدش بيزعلك بقى، محدش بيجي جنبك، محدش بيجي جنبي، كل اللي انا عايزه بيحصل. خسرت بقى في البطوله في كلام؟ لا خسرت برضو بيبقوا جنبي، لان انا مش على طول هبقى فوق، فزي ما هم معايا في المكسب معايا في الخساره، وعارفين ان انا مش دايما ابقى فوق. اكيد طبعا كل لاعب حد على طول فوق يعني. فهم كانوا جنبي فعلا، وكانوا فعلا داعم نفسي ومادي وكل حاجه ليا، وطبعا ده كل اللي انا فيه ده بفضلهم وفضل ربنا، ثم فضلهم وفضل الكابتن بتاعي. تحيه ليهم، ربنا يخليهم لك يا رب. اصيل 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 والله. طب انت ان شاء الله بتجهز نفسك لايه الفتره الجايه؟ هل في بطولات معينه؟ هل في يعني امور معينه حاطط عينك عليها؟ قبل فتره الكورونا كنت بجهز لرقم التاهيلي لبطوله افريقيا،
اللي هو 46 50 في 400 متر فلات. فالحمد لله ربنا ما وفقنيش واتصبت، فجت فتره الكورونا النشاط وقف، يا دوبك بدانا نرجع دلوقتي ان احنا نجهز للرقم تاني، الرقم التاهيلي لبطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب انت يعني الحقيقه شخص جميل ونموذج مشرف للشاب المصري المجتهد، وبنتمنى لك كل التوفيق، نورتنا واهلا بيك. في بس حد نفسي اتكلم عنه، فهي زوجتي، انا متزوج لسه من كام شهر، فهي كانت قد ايه مقدره واحنا مخطوبين ان انا مش بكلمها، وان انا يا اما نايم عشان راجع التمرين. افتكرتها؟ لا مش انا مش ناسيها. هتقول لك يعني شكرت الوالد والوالده وانا هوا في حياتك. ان انا كنت برجع من التمرين يعني يا اما نايم ما بنتكلمش زي اتنين مخطوبين، كانت دايما هي بتصحيني عندك تمرين بتاع، فهي وقفت جنبي وعملت معايا حاجه يعني ربنا يبارك لي فيها ويخليها لي. لكم يا رب ربنا ان شاء الله فيك. ألف مبروك، ويا رب دايما تكون الروح دي موجودة بينكم، لأن هي دي الروح المطلوبة بين أي اثنين يعني متجوزين، إن هم يكونوا سند لبعض ويشجعوا بعض. هي فعلا كانت سند لي هي والوالد والوالدة وكابتني والفرقة بتاعتي، يعني فرقتي هم بجد فعلا. كذا ماتش كنت أبقى داخل إن أنا داخل أخسر مش داخل أكسب، واتكلموا معايا قبل الماتش وتعنيف بقى وكده، ف كنت الحمد لله ربنا كان بيوفقني بسببها. ان شاء الله اللي جاي كل حاجه هتدخلها تبقى داخل عشان تكسب وتكسب بالفعل. ان شاء الله نورتنا وسعدنا بوجودك معانا.